ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي ونعشوه وفي قلوب من والاه قبره. السلام على الجسد السليم، السلام على الخد التريم، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قم جدد الحزن في العشرين. الله، قم جدد الحزن في العشرين من صفرين، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر، يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت فيها، خذوا تربها كحلا إلى البصر. رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هاذر ذعري، فتلك تصرخ وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتمى في الصغر، وتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر. فلا تروا أم كلثوم مناشدة والهايا وتلذم الدرب الطاف كالعطر. شي تقول يا دافن الراس عند الجثة تحتفظ، بالله لا تنثر التربان على قبري، لا تدفن الرأس إلا عند مرقده، فإنها روضة الفردوس والزهر. استعد للمصيبة، قالت لا تغسل الدم عن أطراف لحيته،
لا تغسل الدايم عن أطراف لحيته. خلوا عليها خضاب الشيب والكبري، لا تنزعوا أسهما في صدره نشب، خوفا يفور دم يطمو على البشر، على البشر. أين الباكون على الحسين؟ الإمام الصادق يقول صلى الله على الباكين على الحسين، رشوا على قبره ماء فصاحبه. يستاهل دمعتك الحسين لو ما يستاهل؟ رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش، بللوا أحشاه بالقطر، لا تدفن الطفل إلا عند والده. صغير رضيع مذبوح ويتيم، لا تدفن الطفل إلا عند والده، فإنه لا يطيق اليؤت في الصغر. لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا، فالرأس عن جسمه حتى اليدين بريء. الذي عفت الوطن وانزلت وادي كرب، قوم عاين حالتي يا حسين جيت منح. أويلا خبر تشيعك يا عقلي، وياي زلزل أركان العرش، زلزل أركان جفن جسمك باري، ودرعان أبو محمد نعش، ودرعان أبو محمد. أنا ظنيت دفناك مايا، بل لو حشاك من العطر ليت غار الماي بعدك يا ابن أمي ولا حلا. وويلا يلا تحفظ هاي الأبيات، لو ردت يا حسين فا صلك مصايب، يا ما يمكن أعديت يا خليص ولا شهى. أنا ذاب قلبي من المصايب، عمد عين ابن هضمن ابن زياد بالمجلس، شأرني بكوفة. لا تضعف لا تضعف، تقل لو قفت قدامه بنكسر راس، لكن يا شهيد أنا ما شفت ذلة يا ابن أمي مثل مجلس يزيد. قوم هيسومون سكن عزيزتك سومن العبيد، ننسحب كلنا بحبيل وابنك الجرحة رقبت.
وويلا تقل اخويا 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 كم سوق دخلتها بالعزيز يا زينب تقل اخويا كم سوق دخلتها كم مدينة وكم بلد انا جيت بيتها ماك على قبرك ولا لي جلايا تدري بركوب الجمل ينحل يا خويا للجسد وين ابو فاضل كفيني وصلوني الحفرة ويني ويلي وصل جابر بن عبد الله الأنصاري إلى كربلاء دنا من الفراق اغتسل من الفراق ونثر على جسده صرة فيها ساعد ثم صار يقصر من مشيه حتى وصل إلى قبر المولى أبي عبد الله قال لعطية العوفي يا عطية ألمسني قبر حبيبي ضع يدي على قبر الحسين وضع يده على قبر الحسين فخر مغشا عليه ثم أفاق من الغشي ونادى ثلاثا حسين حبيب لا يجيب حبيبه وأنى لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين جسدك ورأسك ألا وأن النفس غير راضية في فراقك ولا شاكة في حياتك فإنا لله وإنا إليه راجعون نادى عطية سيدي جابر إني أرى سوادة من جهة الشام قال تفحص خبرها إن كان من بني أمية رجعنا إلى مأمن يؤمننا وإن كان مولاي زين العابدين ذهبنا إليه ذهب عطية وعاد مسرعا يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله هذا مولاك زين العابدين جاء بأخواته وعماته قام جابر يمشي ويعذر في مشيه حتى وصل إلى الإمام زين العابدين سيدي عظم الله لك الأجر ما حد قالها للإمام 40 يوم ما حد أخذ بخاطره ما حد قال له كلمة حنينة ما حد قال له كلمة طيبة أول واحد يقول له عظم الله أجرك جابر يقول له أنت عمي جابر قال أنا عبدك جابر رمى الإمام بنفسه على صدر جابر قال يا جابر ها هنا حرقوا خيامنا ها هنا قتلوا رجالنا ها هنا ذبحوا أطفالنا ها هنا سلبوا نساءنا ها هنا صعد شمر على صدر الحسين أيوا حسينا وسيدا والله يا جابر لا شفت صاحب الصلاة مفضوخ راس طايح بجانب المس جود على كتافه وهو ضام الجبد ما
والطفل يا جابر بسهم البين مذبوح، لو شفت شبه المصطفى اللي مدللنا جاب ابو يا حسين جسمه مقطعين، وجاسم يا جابر ذوبا يا حشاد ابو نينا غابت بطف الغاضرية ذيك البدو. أولي وإذا بالنداء من خلف الإمام يا نازلين بكربلاء، خبر بقايا أتلانا وما حال جثة ميتين، بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. قال الإمام زين العابدين معذرة إلى الله وإليك عم زينب، أنزل آمن على ظهر الناقة، أخذ من يدها والأطفال والنساء يتبعنها. حينما وصل إلى قبر الحسين اختنق صدرها وتكسرت عبرتها. يا ابن أخي دلني على قبر حبيبي. وصلت زينب للقبور، لكن سوت يوم شافت قبر أخوها؟ تمددت على القبر طولا بطول ونادت حسين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا ابن والدي يا حسين. قالت له شحكت وياه بيت عزيز عليه مؤلم جاري، تقل اخويا انا جيتك وجبت الراس وياه. خويا يا 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 انا جيت عياك وجبت الراس وياي من السبي وجادت به سلواي. والله من السبي وجادت به جدك يا خويا فاقد الراي ومن الرعب تتراجف عضاي. انا انتحب واتعثر بممشاي يا خويا يا خويا. تقول لي اجي انا وعلى قبرك. يلا يلا وين وياي؟ تقول له جينا وعلى قبرات قعدنا. الليلة الأربعين وانت في جوار الحسين وبس هاي آهت. اي جينا وعلى قبرات قعدنا قعدنا يا ونخيناك يا عزنا وضمدنا
والله هذه المحامل قوم ردنا ردنا يا الأرض المدينة وطن جدنا والله الأرض المدينة قعدت عند القبر وأحطن بالقبر النساء والأطفال يحثون التراب على الرؤوس حسرة على الحسين فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون وليندب النادبون ويضج الضاجون ويعج العاجون. عاد قعدت يم قبر أخوها أشعدها زينب قاعدة تشكيل أحوالها تبث أشجانها إلى الحسين عليه السلام. شو تقول له؟ زينب يا أخوتي صاحت جينا من اليسار جينا ما تدرون بأحا رحنا وبش ردينا. بس تخيلها ما تدرون بأحال رحنا وبش جيناكم ما والله علينا يهون عالدربان عفناكم. اسمع بقت بقلوبنا حسرة مشينا ولا دفناكم ومن الشام جينا اليوم مظلومات للمظلوم حلى بعيون خوت النوم واحنا وقفة الديوان تاذيكم وتاذينا. اسمع الشكوى ردتكم يا اخوت تحضرون بالشام وتشوفونا شو تشوفون والشمات بالديوان يا خويا يذلونا. شلون يذلوكم؟ كل واحد من المجلس علينا شابح عيونا. يا الله يا الله كل واحد من المجلس علينا شابح عيونه. شي يقولوا لها؟ ويقولون يا اخت حسين وين اولاد عمك وين؟ يا زينب وين اخوك حسين؟ يا زينب ليش ما تحجين؟ وحماي الضعن وين؟ بعد سامحني هذا اقسى شويه. تقل الشام يا ابن امي العمر لا طالت ايامه فجع قلبي على ابن امي ودعاني الليل ما نام. ليش يا زينب تتحمل؟ تقل علي زيد الرجس طبيت وراسك كان قدام. لكن شي يسوي بالراس؟ اي وراسك كان قدامه ويضرب راسك قباري وهاجت نار دلالي انا صحت لا تضرب الوالي عسى شلت يمينك ليش تضرب راس والينا. من يغار على زينب؟ قالت يزيد من سمع حجي نهض سب والدي وسبني. يزيد من سمع حجي نهض سب والدي وسبني. بعد
وبهذاك المجلس المشوم قام يريد يضربني عمد عين الدهر للشام عقب حسين دولة ابني عقب الخدر ذاك الفار لن بمجلس الشمال يعود إلا الفرح هيهات وتعود أخوته بالخير تتعمر نوادينا بعد تقل للشام يا ابن أمي مصايب بي شفت كثرة لوعة أشد من لوعة وحسرة أشد من حسرة بعد مصايب قصن ضلوعي وحق ظلعهم بكس الليلة ليلة مصيبة وليلة دمعة وبكاء قاعدة عند القبر خلصت من الشكوى الآن تبث الشوق تقل يا الذي نبضك بقلبي ودمك يجري بدمي تتذكر يا بعد أمي قعدتنا بحضن أمي وتذكر حبك وعطفك علي بمحنتي وهمي هذاني جدك من الشام استقبل بالأحضان طالبة من عند الحسين ثلاث طلبات شنو الأولى تقول لك شف لي القبر أبغي أخضب راسي من دمه أبغى أسوي مثل الزهرة اكشف لي القبر ابغي اغضب راسي من دمك الثانية وركب راسك بنحراك عن لا تنفجع امك تتحمل الزهرة تشوف ولدها بلا يا رأس لكن الثالثة مؤلمة الثالثة تذبحك تجرحك اكشف لي القبر هاي الاولى ابغي اخضب راسي من دمك الثانيه اي وركب راسك بنحرك عن لا تنفجع امك الثالثه وتر لنعال بازيله اكشف لي القبر ابغي اغضب راسي من دمك وركب راسك ابن احراك عن لا تنفجع امك وذر لنعال بازيله يمكن ينكشف امك انا عطشانه الى عطفاك يا خويا وقلبك العطشان مهينة أخويا حسين يوقع من ظهر مهرة وعشرة خيول بالميدان يا ويلي ترد صدرايا وأكثر من عشر طعنات يتلقاها في نحرة لكن سمعت رد الجواب من النحر الطاهر يا زينب يا زينب سولف لي يا أعز الناس وخبريني عن اللي صار فيكم من فعل الأرجاس وأمانة وأمانة عليك لا تشكين أحوالك إلى العباس ما يتحمل ما يقدر أبو فاضل غيور ترى العباس ما يقدر يسمع عن أعز الأخوان
بعد ايش عند الحسين ويا زينب يريد يسألها سؤال تتحملها انت. قال يا زينب يا زينب قبل لا تشكين إلي رحلة الآلام إلي بني ما أسمع بواجيها مع الأيتام. يسأل عن منو؟ إلي بني ما أسمع يا بواجيها مع الأيتام. رقية وياك يا زينب لو ماتت بأرض الشام. تراه مدللت قلبي وقلب الهش كثر والهام. قالت لأخويا هاي ماتت على رأسك ما تحملت تشوفك بلا يا رأس. إن كان أنت والدي بسرد عليك إن كان أنت والدي بسرد علي. معقول أبويا ما تشم ريحة رقية؟ التفتت إلى الإمام زين العابدين ولدي ابن أخي يا بقية الباقين وثمال الماضي شنو عندك أخيه عمتاه زينة؟ قالت يا العليل النوب يا معباس والدين ش عندك ويا أريد أقعد على قبره وحاجي ويا حاجي. شتقل لي له؟ أقل له شلون بوليد العدوان أبو فاضل يخليني ما نخت وجهت وياه وعلي يرف الواه أقعد على القبر وانخاه بل كتلو أحاجن يسمعني ويفك عيني. جت الرباب قوم ودين الولد مو انت اللي دفنت. الرباب تعنت السجاد لكن تسكب العبرة تقل لقوم دليني على ابن بياك ترقبر رضيعي ورد شوفا واشلع سهم الابن احرى بل كذبي زمان يعود يرد يرضع بثق يردود على اولاد القلب ممرود بل كتلو أحاجنه يسمعني ويفك عينه. والي قيل للإمام زين العابدين لماذا لم تطل البقاء عند والدك؟ قال خفت على عمتي زينب أن تموت. ما تتحمل زينب يا قائمة من قبر الحسين رايحة للعباس ويا قائمة من العباس وجاية إلى الحسين. يقل لها يا عم بيا وجه طبت المدينة شقولا للي يقول حسين وانا يقول اللي ناشدني من الناس أخوج حسين وين وين عباس. أقول حسين ظل جثة بلا رأس عباس البطل قطعة ويمينه. ويلي جاءت عند القبر تحاج الحسين يقول لها الحسين غيرتك المصائب. خاطبها بلسان الحال شنو هالآثار اللي على وجهك يا زينب؟ شنو هالآثار اللي على وجهك؟ هاي آثار لطمة لو آثار تراب القبر لو عتعب المسير لو شنو بيك يا زينب؟ يلا وياي. يقل لها ضار بهيج صوتي الشمير لولا أطمى مبيني عليك التعب
العتاب ما نايمة مبين عليك قصيدة راح تحبها تعشقها بس إذا ما تساعدني أقطعها أي ضربك صوتي الشمر لولا أطمى مبين عليك التعب مبين عليك ليش من تمشين جنج راكعة كبريائك وين شو متواضعة بهالظلام المن يا زينب طالعة الليل طايح لو عبادك واقعة جفوف عندك لو تراجش لاما مبين عليك التعب مبين كف دمعي جعد دميع ملحوقة بحبل ايديك بعد ما مشبوقة تتحمل هذا البيت يقل لها بيك شيم ريحة عبي محروقة بيك شيم ريحة عبي محروقة ليش من كثر الدمع مخنوقة ريحة من نحسي أنا بعد ما شام مبين عليك التعب مبين يلا من يغار على زينب ايه على التل جنيت يا زينب غافية بالصحاري النوم ما بيعافية الرمل حار وانت شوفك حافية وين كلمات الحنان الدافية ولو انت ويا الحزن متوالمة مبين عليك مبين عليك معذرة يا ولي الله يا فرج الله اي حسين جيل شرف الدنيا مداسة خسف صدر الفرس لما انداسة حسين جيل شرف الدنيا مداسة خسف صدر الفرس لما انداسة من لحيته الشمر لازم راسه عين يمج عين يم عباسه والمهم عند الفواطم سالمه مبين عليك التعب مبين عليك الدنيا ما مقلوبة بس جن مايلة الشمر راس حسين جاكم شايلة يضحك وانت دمعتك سايلة والعتب عباس خيش جادلة
الخجل راسه مو عمود الهاشمة بيني عليك مبين مبين خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر يا راجعين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة ذاك المربع الخضرين.